برستيج هي اخر اغنياتك، صح. شوي مختلفه عن الاغاني اللي قبل كنت تغنيهم، خبرينا هل رح نصير نسمع ليندا بيطار بنوع اغاني جديد؟ اكيد هو ضروري الفنان ينوع يعني، فانا حريصه انه تقريبا كل اغنيه يكون فيها شيء جديد. هلا هي مختلفه زياده عن ستايل ليندا اللي بتغني فيه، بس انا يعني مبسوطه بهي التجربه كثير، مبسوطه بهذا التعامل مع الشباب اللي عن جد شباب كثير موهوبين، رواد زكور كلام والحان وتوزيع نارك عبجيان، فكتير مبسوطه ومبسوطه حتى بالكليب، الكليب حتى هيك مطلعين لي بغير نمط يعني، نادين هبل ورياس عيسى بوجه لهم تحيه اكيد. موفقه ليندا. ليندا بتوافقي عن اللي بيقولوا انه انت الاول اخترتي اسلوب ملتزم اكاديمي؟ أيدك هذا الشيء؟ أكيد أكيد بأيد هذا الشيء، بس نحن كونه أنت فتت ودرست الغناء يعني فتت من هذا المكان، فهذا المكان بيفرض عليك بقى أنك تكون مو مثل الشيء السائد، بيفرض عليك أنه أنت بأي شيء بتقدمه يكون كثير مدروس، كونه أنت خريج معهد عالي للموسيقى وأنا حالياً عم درس بالمعهد غناء، فهذا الشيء كمان بيفرض أكثر أنه أنت كثير تدرس الخطوات لحتى تكون بصورة منيحة، بصورة بتليق بالشيء اللي أنت اخترته، وكمان قدام الطلاب اللي هنا بيحبوا يشوفوا يمكن اساتذتهم او انساتهم كيف عم يشتغلوا لحتى انت تكون بمحل عم تدلهم على المكان اللي بيروحوا عليه. صح، تكون مثال اعلى لهم. فاكيد بايدك، بايدك كشهره، بايدك كنمط حفلات، بس صدقني الفرحه بتكون مضاعفه او فرحه النجاح بتكون مضاعفه لانه انت بتكون وصلت بالطريقه اللي انت بتحبها. ان شاء الله دائما بتضلك ناجحه. شكرا. مهرجانات ومسارح ودار اوبرا عالميه وعالميه، قد ايه بتحسي انه رهبه المكان بياثر على اغنياتك واختياراتك لهم؟ هلا اكيد ليكي انا بحس كل شيء له خصوصيه، دار الاوبرا عندي حفل سنوي فيها بسوريا، فدائما بحفل الدار بيكون عم ندرس الحفل من قبل بشهرين، البرنامج كيف حيكون، التقديم شو حيكون فيه، يعني عم ندرس حاله المسرح ككل يعني، لانه الناس بتنطر هي الحفله وبدهم يشوفوا شو جديد اللي بتقدمي لهم اياه. وقت بيكون عندي حفله بمهرجان او بمحافظه من المحافظات السوريه لنقول او باي مكان، بيكون في شيء اقرب بقى، بتقدمي شيء انت شاغلتي او برامج انت شاغلتيها، وبحس حالي انه لا اكثر تواصل مع الناس. دار الاوبرا إلى رهبتها، وحفلي بالاوبرا له رهبته، بس نفس الوقت كمان في متعبي بالحفلات الاصغر يعني.